أخبار اليوم. أعضاء الوفود العربية والفرق المشاركين هذا المهرجان. أننا ندرك تماما أن الاستثمار في النشأ من خلال المساهمة في تنشئتهم التنشئة الصالحة وتدريبهم وصبقهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية وغيرها من المجالات هو الأهم دائما في وزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر الذي نحرص على أن نوفيه كل الاهتمام والرعاية، ونعمل على تيسير كافة السبل والإمكانات المادية والبشرية لتحقيقه، إيمانا منا بأن قضية إعداد النشأ وتنشئتهم بالتعاون مع كافة أطراف المجتمع المعنية بما في ذلك الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات المختلفة هي الآلية الأهم لصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن. ومن هنا بتكمن أهمية مشاركة وزارة الشباب في جامعة عين شمس متمثلة في معهد الدراسات العليا للطفولة في هذا المهرجان. ولا شك أن المهرجان العربي الدولي الأول لمسرح الطفل والعرائس والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 25 ل 29 ويشارك في مختلف فعالياته أكثر من 2000 طفل من مصر، وطبعا ده يعني من خلال الأطفال اللي إن شاء الله هتحضر العروض اللي هتقام من خلال فعاليات هذا المهرجان. ده بيمثل أحد أهم الآليات التي نعمل من خلالها على إعداد وصقل المواهب الفنية والثقافية، ويتمثل ذلك من خلال ورش عمل ولقاءات مشتركة وتبادل للخبرات من مختلف الثقافات المصرية والعربية. مش هطول على حضراتكم، أتمنى إن شاء الله إقامة سعيدة للوفود العربية المشاركة، أتمنى نجاح كل فعاليات المهرجان، تبادل الخبرات. يعني أنا بس هقول حاجة بسيطة، يعني أستاذ رئيس وفد العراق وأنا جاي معهم في الباص، يعني بالفعل اتفقنا على فعاليات وندوات ممكن تقيمها وزارة الشباب مع دولة العراق الشقيقة. مثل هذه المهرجانات يعني فعلا بتجمع كل الدول العربية، وما أحببنا في الوقت الحالي إن احنا نتجمع تاني للقومية العربية ونعد أبدائنا إعداد صحيح لمواجهة التحديات المستقبلية. شكرا جزيلا لكم. والآن مع كلمة الأستاذة الدكتورة هيام نظيم رئيس المهرجان وعميد معهد الدراسات العليا للطفولة. Technical President and Lead Dean of the Institute of Postgraduate Childhood Studies. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة الدكتورة هوايه الجبالي، وكيل معهد شؤون الدراسات العليا ومهندس رئيس المهرجان. أستاذة الدكتورة إيناس حامد مدير المهرجان. على كل الدعم اللي قدمه لنا.